يا اهلا يلا حيهم. صدقوني ما سحبت الاسبوع الماضي، بس حنا على حسب الاحداث، اذا في احداث حننزل ملخص اي دبليو، اذا ما في احداث ممكن نسوي تاجيل حلقات. الاسبوع هذا عندنا عرض اول اوت اللي هو ثاني اكبر مهرجان، اذا ما كان اكبر مهرجان في اي دبليو، لانهم الى الان ما حددوا وش الاكبر، هل دبليو نوثينج ولا اوت ولا كل المهرجانات بالنسبه لهم مهرجانات كبيره. طبعا قبل ما نبدا المهرجان الكبير لازم ننوه انه كان في مباراتين المفروض تضاف للمهرجان. اولها مباراه أليستر بلاك وكودي رودز أو مالاكاي بلاك، المباراة هذه تم تأجيلها إلى عرض آخر، ممكن فولجير وممكن مهرجان مختلف أو عرض دينامايت أو أي عرض بعيد، بسبب أنه الكارد مليان وكودي كنائب الرئيس رأى أنه مباراته ما تكون في عرض أول آوت، رغم أنه في ناس كثيرين ينتظرون المباراة هذه تصير في عرض أول آوت بسبب أنه صار فيها بناء من فترة طويلة. وطبعا الجمهور المتعصب في العالم العربي لأي دبليو أغلبهم يرون كودي رودز أكت ممل وما هو حابين يشوفونه أبدا في هالمهرجان. المباراة الثانية هي مباراة أندرادي وباك، وهذه المباراة أنا جدا زعلان أنها ما صارت، ذكرتني تماما في أول مهرجانات أي دبليو عام 2019 دبل أور ناثينج اللي كان مفروض يقام فيه مباراة بين هانجمان بيج وباك، المباراة ما صارت والسبب أنه كان في إجراءات سفر تخص باك من بريطانيا إلى الولايات المتحدة وتأخر في حجوزاته وما قدر يحضر العرض. نفس الشيء صار الآن، يعني أنت عارف يا باك أنه إحنا في زمن كورونا وفي إجراءات كثير للسفر، تقوم تنجز من دولة لدولة تعتقد أنك راح تلحق عرض أول آوت. أعتقد أنه كان قرار خاطئ من باك، مباراة حتصير في داينامايت، لكن بالنسبة لي كانت مباراة عرض شهري كبيرة، للأسف إحنا ما قدرنا نشوفها في أول آوت. أنا جدا زعلان على طريقة تعامل توني خان مع باك، المفروض صراحة يفرض عليه عقوبات، لأن الموضوع موضوع مهرجان شهري كبير، مو موضوع عرض عادي تقدر تسحب عليه أو يكون عندك ظروف ثانوية. عرض أول آوت اللي معلن مشهور طويلة مثل ما تعرفون في شيكاغو إلينوي، كان فيه 10,000 متفرج، كان فيه مباراة قبل بداية العرض نسحب عليها. أبعطيكم زبدة العرض، أهم مباريات العرض. أول مباراة كانت عندنا ميرو وإيدي كينغستن على لقب TNT، مباراة جدا 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 ممتعة. أولا الاثنين أجسام ثقيلة، نقدر نسميهم هازرز، نقدر نقول هازر براولرز، ناس ثقيلة على الحلبة، قدموا أداء مميز خفيف لطيف جدا، قدموا ما يقارب 13 دقيقة على الحلبة. شفنا سبوتات مختلفة، شفنا إيدي كينغستن كمحبوب أو كفيس حاول أنه يفوز بالغش، ولكن الحكم تدخل في الأخير ومنع إيدي كينغستن من يضرب ميرو على الترن باكل، وهذا الشيء تسبب في خسارة إيدي كينغستن، وكأنهم يقولون أن الحكم هو كان السبب الرئيسي في خسارة نجم محبوب مثل إيدي كينغستن، واستمر ميرو بسيطرته على فئة الميد كارد واستمراره كبطل لقب TNT. أعتقد أن كانت افتتاحية جيدة وموفقة جدا أنهم يحطونها كافتتاحية، لأنه مثل هالمباريات لو جات في نص العرض ما راح تنجح، لكن في البداية كان قرار موفق جدا. جون ماكسلي لعب مع الأسطورة اليابانية ساتوشي كوجيما، نجم نيو جابان برو رسلينج وأول جابان برو رسلينج، مباراة حلوة خفيفة لطيفة أيضا، كانت مدتها 11 دقيقة، قدم فيها جون ماكسلي شخصية مختلفة تقريبا، كان توينر أكثر من كونه محبوب أو فيس. بداية المباراة رفض مصافحة كوجيما وانتهت المباراة طبعا برادايم شيفت وفاز بشكل طبيعي. بعد المباراة صار حدث كبير وهو ظهور الأسطورة اليابانية مينورو سوزوكي نجم نيو جابان برو رسلينج اللي جلد جون ماكسلي وسوى عليه بايل درايفر، راح يكون بينهم مباراة في داينامايت. وفي مباراة توضح لك مدى اهتمام All Elite Wrestling في فئة التاكتيم، على عكس ما يقدم فينس ماكمان مع فئة الفرق الثنائية في سماك داون ورو. أخذوا ما يقارب 22 دقيقة لعبوا فيها اللوتشا براذرز المتحدين فريق يانج بوكس، أقوى فريق في عالم المصارعة الآن وبطل التاكتيم في All Elite Wrestling، في مباراة ستيل كيج أو مباراة شبك مغلق. كان طبعا أليكس أبرهانديز مع ري فينيكس وبنته إل زيرو، وكان كاتلر بجانب اليونج بوكس، ولعبوا مباراة طويلة جدا كان فيها سبوتات كثير، شفنا فيها لقطات خطيرة هاي ريسكس، انتهى طبعا فوز اللوتشا براذرز. وطبعا الآن ننتظر منافسة قوية في الفئة بوجود الجوراسيك إكسبريس، بوجود الـ FTR، البرايفت بارتي، البيست فريندز، والكثير من الفرق اللي موجودة في All Elite Wrestling، أيضا سانتانا أورتيز موجودين على خطة.
كريس جيريكو اخيرا انتقم من ام جي اف، ومو باي طريقه، لا، عن طريق الاخضاع. 19 دقيقه كانت كفيله لانهم يقدمون اداء مميز. كريس جيريكو بهالعمر بهالوزن بهالجسم قدم اداء لطيف ممتاز مره، يعني ماني بقادر انتقد كريس جيريكو بعد ما يقارب اكثر من 30 سنه مستمر في عالم المصارعه. كريس جيريكو لعب المباراه هذه على اساس انه لو خسر بتكون اخر مباراه له. ام جي اف كان قريب مره وفاز، ولكن كانت قدم كريس جيريكو على الحبل، فالحكم مضطر انه يعيد المباراه هذه، وكريس جيريكو يقدم الوولز اوف جيريكو ويخضع ام جي اف. وبعدها طبعا جوا اعضاء الانر سيركل واحتفلوا مع جيريكو، كثيرين ناس وانا منهم، ولو تسمعونا في هوت جيس كنا نقول نبغى سامي جيفارا ضد ام جي اف. والان الان الان الوقت المناسب احنا نشوف العداوه هذه. اذا كان في قرار ثاني انه ام جي اف يدخل البنك او نجم مختلف ممكن، لكن ام جي اف وسامي من المباريات اللي احنا ودنا نشوفها في داينامايت الاسابيع القادمه. الأسطورة سي ام بانك يخوض أول مباراة فردية من 7 سنين، أو أول مباراة بشكل عام مو بس فردية، ضد النجم داربي آلين. والآن وبعد هالعرض نقدر نقول توني خان اختار الخصم المناسب لسي ام بانك. داربي آلين كنجم ذات وزن خفيف ساعد سي ام بانك أنه يظهر بشكل ممتاز جدا في الكثير من اللقطات. 16 دقيقة و40 ثانية على أول مباراة لسي ام بانك بعد مرور 7 سنين، أعتقد أنه أداء جدا 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 مميز. طبعا مو بأفضل أداء لسي ام بانك، الكل يتذكر أداء سي ام بانك قبل ما يترك المصارعة، يعرف أن سي ام بانك قادر على تقديم أداء أكثر وأقوى بكثير من اللي شفناه، ولكن أنت تتكلم عن فترة طويلة، نفس الإحساس موجود، نفس اللمسات موجودة، نفس الستايل موجود. كانت النهاية خرافية لجي تي اس، شيء أسطوري جدا. داربي آلين في رأيي قدم 70% من جمال الفنش لهالمباراة، والسلنج الممتاز جدا، وطبعا سي ام بانك شال 30% الباقية لأنه عليه أيضا مجهود، ساعد زميله وقدموا أداء جدا ممتاز. الآن السؤال هو ما التالي؟ ما ننسى طبعا نذكر أنه ستينج دخل بعد المباراة، وداربي آلين كان طايح قوموه ستينج بانك وحيوه واخذ يعني تحية كبيرة من الجماهير. مين ايفنت، كيني اوميجا دافع عن لقب ضد كريستيان، وكلنا عارفين انه كريستيان ما راح يفوز، وهذه كانت اكبر مشكلة من ايفنت. نعم فاز على كيني اوميجا في اول رامبيج واخذ لقب امباكت وبين قوسين تي ان اي، لكن في قرارة انفسنا نعي انه كريستيان ما راح ياخذ لقب اول اليت رسل، لقب العالم، اللقب الاكبر الان خارج نطاق دبلي، لقب اول اليت رسل. طبعا مباراة كانت لطيفة ممتازة، الفنش حقه كان مرة خرافي، ومان انجل كانت من الزاوية او الكورنر، لقطة خطيرة جدا. اهني كريستيان يعني بعد اصابة 7 سنين بسبب الرقبة، حتى هو ترقب 7 سنين ياخذ زي سبوت، هذا اعتقد انها مخاطرة كبيرة جدا. الاقوى الحدث اللي صار بعد المباراة، طبعا كيني اوميجا مسك المايك قال مين يتحداني، مين باقي يتحداني، ما في احد يقدر علي الان، انا الاقوى وانا الافضل وانا 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 وانا. اغلقت الاضاءة كالعادة طبعا اول اليت رسلينج اي مفاجأة عندهم يطفون الاضاءة، اقرب زر لمبة يقفل عشان يدخل النجم القادم. وطبعا مين ظهر؟ ادم كول النجم اللي حاول بنس مكمان يحتفظ بادم كول في عروض NXT، كان يبغي يصعد المين روستر، حاول يعطي مشاريع قوية وقصص خرافية، لكن ادم كول فضل انه يطلع مع اصدقاء الاليت. طبعا الكل توقع انه ادم كول يكون هو الخصم القادم من كيني اوميجا، ولكن الطوالي قلب هيل وانضم الى الاليت ورجع مع اخوياه اليانج باكس كيني اوميجا، وصاروا مع بعض من جديد. اغلقت الاضاءة مرة ثانية، مين بيجي؟ طلع دانيال براين، او اسمه الان في الانديز الرسمي امريكان دراجون، براين دانيلسون. طبعا براين دخل مع فريق المحبوبين كريستيان والجوراسيك اكسبريس، وانا اعتقد انه بيكون في مباراة بلاد ان جاتس 4-4 الاليت ضد الرباع المحبوب في اقرب عرض كبير او اقرب عرض اسبوعي ذات مانشيت كبير. تنسون لايك والاشتراك والشير، يعطيكم العافية على الاستماع والى اللقاء.